في ضوء ما تقدم أن مركزية الإنسان في طول مركزية الله، وأستعمل في طول يعني تترتب على مركزية الله في الوجود، لأنه يستعملون هذا التعبير في الفلسفة القديمة وفي حتى في علم الأصول وفي التراث يستعملون، يعني في طوله في مترتب عليه، يعني منبثق منه مشتق منه. فالله كما هو إلى مركزية في الوجود، إلى مركزية في الأرض أيضا، لكن هذا القدر اللي يتعلق بحضوره في الأرض خول للإنسان، يعني أوكل الإنسان، جعل الإنسان هو النائب عنه في هذا. لاحظنا الآن أكو ترابط عضوي متسلسل بين مفاهيم الإنسان والدين والإنسانية، بمعنى إنسانة الدين أو الإنسانية الإيمانية، وكيف أن هذا على أساسه قدمنا هذه الرؤية اللي تتصل بمركزية الله في الوجود ومركزية الإنسان في الأرض بهذا المعنى. في ضوء ذلك، لكي يكتمل هيكل علم الكلام الجديد، ولا أقول يكتمل علم الكلام الجديد، لأن لا شك أن علم الكلام الجديد تقريبا مضى على الدعوة إلى والعمل عليه حدود 150 سنة، لأنه منذ القرن 19، يعني أنا حسب ما كتبت عن هذا في كتابي مقدمة في علم الكلام الجديد، أنه بدأ علم الكلام الجديد مع سير سيد أحمد خان، اللي هو العالم المسلم المعروف في الهند، اللي كان شخصية خلافية في عصره، وأسس جامعة علي قرى الشهيرة في القرن 19. وأنا أظن لا توجد بيدي وثائق أو أدلة حتى أتأكد من هذا الظن، أن شبل النعماني الذي كتب أول كتاب في علم الكلام الجديد في سنة، يعني في بداية القرن العشرين، يعني تقريبا قبل 110 سنة، هذا الكتاب المصطلح اتلقاه من سير سيد أحمد خان، لأن كان عنده صلة فيه وعمل معه مدة وليست طويلة في جامعته، وبعدين طبعا اختلف، لأنه وعي وعقل شبل النعماني، وعي وعقل سلفي، تفكيره تفكير سلفي، ولذلك حتى هذا كتابه اللي معنون بعلم الكلام الجديد واللي مترجم للعربية متأخر قبل 10 سنوات تقريبا، أنا قلت هذا العنوان لا يدل على المعنون، عنوان جديد بمضمون قديم، لأنه المباحث اللي فيه ما تتصل بشكل عضوي ومباشر بعلم الكلام الجديد.